عبر الهاتف للمزيد من المتابعة ينضم إلينا النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ومقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني. سيادة النائب، في البداية برحب بحضرتك على شاشة أكس نيوز. عامة في الحقيقة من العمل الشاق من العمل الجاد، ماذا نتوقع أن نرى في الجلسة الافتتاحية؟ سيادة النائب تفضل. أهلا بك يا أستاذة ندى وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، كل عام وأنتم بخير. أولا، الجلسة الافتتاحية سيعلن إن شاء الله ترتيباتها بإذن الله من المحتمل غدا الأحد مساء. مجلس الأمنة عقب انتهاء اجتماعه سيعلن الترتيبات ومكان انعقاد الجلسة الافتتاحية، واللي متوقع أن يشارك فيها عدد يقترب من 1000 من كافة الطيف المصري، الطيف السياسي والطيف المجتمعي، تكون مرآة حقيقية لكافة المشاركين والمتحاورين في الحوار الوطني، واللي كان فيه إشارة منذ دقائق قليلة على قناة إكسترا نيوز إلى أن كان كل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني في حالة تعاون مستمر على مدار عام كامل. المهم أن نعرف أن اختيار يوم 3 مايو الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني له مدلول. المدلول ده يوم 3 مايو بيتم الاحتفال بيوم الصحافة عالميا. فاختيار مجلس أمناء الحوار الوطني ليوم 3 مايو إشارة ودلالة مهمة على احترام الدولة المصرية وإدارة الحوار الوطني لحرية الرأي والفكر والتعبير. عشان كده احنا بنأكد دايما في كل مداخلاتنا وكل لقاءاتنا مع أجهزة الإعلام على أن أثناء جلسات الحوار الوطني داخل اللجان المختلفة لن يكون هناك إقصاء لرأي أو فكر أو طرح طالما كان مقدما للصالح العام. الهدف هو الوصول للمساحات المشتركة علشان نقدر نتحرك خطوة لقدام في بناء الجمهورية الجديدة. المساحة المشتركة صحيح. هي اللي نقدر ننطلق منها ونقدر نبني بلدنا. الحوار الوطني عندما دعا إليه السيد الرئيس كان يستهدف بناء الجمهورية الجديدة اللي بتقوم على العمل والإنتاج، وبالتالي يشارك فيها كل مصري أيا كان توجهاته السياسية. لا يوجد أي محظورات داخل جلسات الحوار الوطني. اللهم 3 نقاط رئيسية أشار إليها المنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان، وهي نقطة تعديل الدستور، ما فيش كلام في تعديل الدستور، ما يتعلق بالأمن القومي، ودي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، مش هيشارك معانا اي حد يتلوث بدماء المصريين. طيب سيادة النائب، في الحقيقه العام الماضي احنا شفنا وتابعنا في الحقيقه مجهود كبير جدا من حضراتكم حتى نصل لتكليل هذا المجهود بنجاح ببلوره فكره اتفق عليها في الحقيقة كل الأطراف، ولكن الدور الملقى على عاتق اللجان المتخصصة اللجان الفرعية، يعني زي ما بيتقال كده باللغة الدارجة، شغل حضراتكم على قدم وساق هيبدأ مع بدء الجلسة الافتتاحية، ولا حضراتكم بدأتوا التحضير برضو بالتوازي مع بلورة الفكرة أو الاتفاق على شكل وهيكل معين لجلسات الحوار؟ الحوار الوطني خلال الفترة الماضية أو خلال العام تم استكمال تشكيلاته التنظيمية. تشكيلاته التنظيمية كانت عبارة عن تقسيم الحوار للقضايا الرئيسية 3: محور سياسي، محور اجتماعي، محور اقتصادي. تحت كل محور في عدد من اللجان المتخصصة أو اللجان النوعية. المحور السياسي مثلا وغيره من المحاور الأخرى تم عقد الكثير والكثير من الاجتماعات التمهيدية والاطلاع على كافة الرؤى والأفكار والأطروحات التي وردت من الأحزاب السياسية المختلفة. قضايا المواطن والوطن، وتم بلورة هذه القضايا على سبيل المثال وليس الحصر داخل لجنة الأحزاب السياسية اللي بتشرف بأني كلفت مقررا لها
عندي تم بلورة القضايا الرئيسية اللي هنبدأ المناقشة عليها عند بدء اجتماعات اللجنة والاستماع للمتحاورين المختلفين. عندي ثلاث قضايا: قواعد دعم، قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، دي قضية. تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، دي قضية تانية. الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، ودي قضية ثالثة. ممكن أثناء النقاشات يظهر نقاط أخرى، لكن في المجمل تم الاستقرار أثناء اجتماعاتنا كمحور سياسي ولجان داخل المحور السياسي على تحديد القضايا اللي هنبدأ الانطلاق منها أثناء النقاشات. من خلال المناقشات ستأتي النتائج. النتائج هتأتي من مين؟ هتأتي من المتحاورين. دور المقرر، صحيح. دور المقرر هو تقريب وجهات النظر، إتاحة الفرصة للجميع أن يطرح رؤيته. عشان كده أنا أكدت وبأكد مع سيادتي تاني أني صدرنا متسع تماما للاستماع لكافة الأحزاب السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، بهدف دعم الحياة الحزبية التعددية وفقا لنص الدستور. سيادة النائب، في النقطة دي تحديدا، في الحقيقة لما بدأ الحوار الوطني كان في حديث أو كثر الحديث عن فكرة تراجع الدور المتعلق بالأحزاب في المشهد السياسي في مصر بشكل عام. يعني حتى أن البعض كان بيسأل أنه الكثير مش عارف مثلا الأحزاب اللي موجودة دلوقتي في الدولة المصرية هي. ففي الحقيقة اللجنة دي لجنة في غاية الأهمية، والجزء المعني بالأحزاب وتنظيم العمل الحزبي وشكل الحزب برضو ملف في غاية الأهمية. لأن إحنا لما حبينا نعمل حوار وطني نسمع بيه كافة الأطراف، نسمع بيه كافة الآراء والتيارات السياسية المختلفة، فلجأنا إلى الأحزاب اللي موجودة في الدولة المصرية بشكل عام. لكن عايز أسأل حضرتك على نقطة، بما أن المواطن المصري من حقه أنه هو يتقدم بأفكار برؤى في الحوار الوطني، هل اللجنة بتاعت حضراتكم تقدم ليها بعض الأفكار من المواطن نفسه بقى اللي هو الحزب هيكون معني بيه بشكل أو بآخر؟ هل تم تقديم أفكار من قبل المواطنين، ولا دي أفكار قدمت من الأحزاب السياسية فقط؟ الأمانة الفنية للحوار الوطني تلقت عشرات الآلاف من المقترحات، ولما نقول عشرات الآلاف من المقترحات يبقى تلقت من أحزاب سياسية وتلقت من شخصيات عامة ومن خبراء ومن متخصصين ومن مواطنين مهتمين بالشأن العام. وعشان كده لما تم بلورة هذه المقترحات تم توزيعها على عدد من المحاور، سياسي واقتصادي واجتماعي. الشعب المصري بطبيعته بيهتم بالشأن العام، وعشان كده لقينا ان كم المقترحات كان كبيرا جدا خلال الفترة الماضية، وبالتالي تم بلورة النقاط التي يمكن بدء النقاش حولها والوصول الى المساحة المشتركة بشأنها. اما بالنسبة للنقطة الاولى وهي ان هناك أحزاب أسمائها مش معروفة للشارع المصري، ففي فرق بين حالة السيولة اللي تمت في تأسيس الأحزاب السياسية بالإخطار، حلها إلا بحكم قضائي وفقا للدستور 2014، وبين دول بقالها فترة شغالة على الملف ده قدرت توصل إلى أن لما تقول الولايات المتحدة الأمريكية أقول الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، في ألمانيا الحزب الفلاني والحزب العلاني، في إيطاليا، في فرنسا، هنا هنا وهكذا. أما في مصر حالة السيولة دفعت إلى تطور الحياة الحزبية ونضجها، وبالتالي قدرنا نوصل إلى أن البرلمان الحالي ممثل فيما يقرب من 15 أو 16 حزب سياسي، وده عدد يعتبر نجح عدد كبير في التواصل مع المواطنين والحصول على ثقتهم والوصول إلى البرلمان. باقي الأحزاب لم تستطع أن تصل إلى البرلمان، وبالتالي الحوار الوطني أعطى لها الفرصة أن تشارك وتطرح رؤيتها وتقول إيه الصعوبات والمعوقات اللي وقفت قدامها عشان تقدر تتواصل مع المواطن وتعبر عن رأيها. هناك أفكار كثيرة مطروحة لدعم الحياة الحزبية في مصر، وبالتالي إن شاء الله خلال المناقشات سنصل إلى مخرجات من لسان المتحاورين. لن نتدخل في تحديد النتائج مسبقا، لا نتائج مسبقة
من يحدد النتائج هما المتحاورين. المتحاور سيطرح رؤيته والآخر سيطرح رؤيته، لا حجر على رأي أو فكر، وبالتالي نصل إلى النقطة المشتركة اللي نقدر ننطلق منها لقدام بهدف تحديد أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة التي نؤسس فيها إلى جمهورية جديدة. فرنسا مرت بهذه الظروف في الخمسينات والستينات ونجحت في تأسيس جمهورية جديدة. أعتقد أننا نسير بخطى حكيم صحيح، وسنصل إن شاء الله إلى الترسيخ لفكرة الجمهورية الجديدة التي تقوم على العمل والإنتاج، هذا بعد أن قدم أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية العديد والعديد والعديد من التضحيات لكي يعود لمصر الأمن والاستقرار والسلام، وهم أغلى سلعة في الوجود. صحيح. طيب ست نائب، اسمح لي برضو، حضرتك ذكرت نقطة المتعلقة بالمخرجات، يعني أنا في الحقيقة اللجنة اللي حضرتك مقرر ليها هي لجنة في غاية الحساسية، لجنة هامة جدا ومؤثرة بشكل فاعل في الحياة، اللي يمكن إحنا دلوقتي بدأنا نمشي خطوات زي ما حضرتك تفضلت وذكرت ثابتة لأن هي تكون موجودة، وعودة السيولة وعودة الأحزاب مرة أخرى، وأن هم يكونوا صوت المواطن بشكل كبير. هل تم وضع لوائح تنظيمية في النقاشات سيادة النائب، لوائح ليها علاقة بالآليات اللي هيتم على أساسها تنفيذ المخرجات؟ لأنه الأحزاب كتيرة وكل حزب ليه أفكاره، وزي ما حضرتك برضو قلت في بداية كلامك إن الحوار الوطني فتح ذراعيه للاستماع لكل الأفكار وفتح، يعني هو يتسع للجميع. الهدف في الاخر ان احنا عايزين نوصل ان نقول رساله ان الدوله المصريه بتتسع لجميع الاراء والافكار. الحقيقه مجلس الامناء والامانه الفنيه للحوار الوطني اعد منذ فتره مجموعه من الملفات بهدف العمل من خلالها، لأن الانضباط بيؤدي للنجاح، الانضباط أساس النجاح، وبالتالي مجلس الأمناء أصدر لائحة منظمة للعمل داخل مجلس الأمناء، يعني نظم نفسه بنفسه، ثم أصدروا مدونة للسلوك والأخلاقيات تحكم العلاقة أثناء النقاش، ثم صدر كتيب مختصر عن كيفية إدارة الجلسات، لأن إدارة لجان الحوار تختلف عن إدارة اللجان المتخصصة في أماكن أخرى. الحوار هو رأي ورأي آخر. التقاء ونقاط اختلاف، وهذا طبيعي. صحيح. أيضا صدر ملف تم توزيعه على مقرر اللجان والمحاور السياسية والمحاور الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يتضمن القضايا التي تم تحديدها بناء على مقترحات أو آلاف المقترحات التي وصلت إلى الأمانة الفنية ومجلس الأمناء، وبالتالي أصبح لدى كل مقرري اللجان النوعية المختلفة أو اللجان المتخصصة المختلفة القضايا التي تم التوافق على أن تكون محورا لبدء النقاش عند بدء العمل داخل اللجان المختلفة. يبقى أن نؤكد على المؤكد، وهو تأكيد التصريحات التي أدلى بها المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية بأن جلسات اللجان ستكون علنية، أجهزة الإعلام المختلفة ستكون متابعة لكل لحظة من لحظات النقاش داخل اللجان المختلفة. في لجنة الأحزاب السياسية اللي بتشرف بإني مقرر ليها، هنرحب بكل أجهزة الإعلام اللي تكون موجودة، وسنستمع إلى كافة الأحزاب والشخصيات والخبراء المهتمين وفقا للجدول الذي سيعلن قبل بدء جلسات اللجنة إن شاء الله، والمنتظر إن يعلن عقب جلسة الافتتاحية بإذن الله. إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك في الحياة جزيل الشكر النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ومقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، شكرا جزيلا لحضرتك.